السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم عمر سليم، والنهاردة هنتكلم على الديزاين اوبشن. ديزاين اوبشن يعني ايه؟ يعني في كذا اقتراح لتصميم حاجة، هنرتب العفش بتاع الشقة، الفرنتشر، عايز تعرف هتفتح الاوضتين على بعض ولا تقفلهم وهكذا يعني. طيب، بدل ما يبقى عندي كذا ملف، لا هو ممكن يبقى كذا، يبقى هو ملف واحد وفي كذا اوبشن. طيب خليني افترض ان في بعض الحوايط اهيت، تمام، احنا هنضرب كذا نموذج بحيث ان كل مرة نرتقي من نموذج الى اخر، تمام. طيب وليكن مثلا حاجة بالشكل دوت، تمام، يعني اي حاجة، جميل كده. طيب هبدأ اقول له عايز يبقى فيه اكتر من اوبشن، فاقول له هنا، تمام. الاوبشن ست يعني بيقول لك انت عايز الاقتراحات دي لايه. ممكن مثلا ايه الاقتراحات دي؟ عشان الغرفة الامامية، لا عشان التوزيع الاناره، لا عشان كذا، فدي مش مقصود بها الاوبشنات، الاوبشنات موجوده تحت. فانا مثلا اقول له عشان الروم مثلا، او عشان كذا، تمام. هقول له مثلا عشان الوول، هقول له رينيم واقول له وول، تمام، وولز، اوكي. طيب انا عندي اوبشن واحد، معنى كده ان الاقتراح الموجود هو اللي اشتغل بيه. لا، ممكن يبقى عندي اقتراح 2 3 4 زي ما انا عايز، تمام، مفيش اي مشكله. وممكن يبقى عندي اوبشن ست تاني لحاجه تانية، يعني ممكن يبقى دي مثلا لغرفه النوم ودي الغرفه بتاعه الغسيل مثلا. طيب ده هنا كل اللي مرسوم هو مشترك في كله، مفيش اي مشكله خالص. من هنا بتقول له مثلا عايز اشوف اوبشن 4، عايز اشوف اوبشن 5، فحصل ايه؟ مفيش حاجه اختفت، بس بقت خفيفه شويه. وملكش ان انت تعمل سيلكت، ليه؟ عشان في اكتف اونلي. لو انت عملت سيلكت على اكتف اونلي مش هيعمل سيلكت على حاجه. لو شلت العامة دي هتلاقي ان انت بتعمل سيلكت عادي خالص، تمام. طيب خلينا مثلا احنا موجودين هنا في اوبشن 5، واقول له ارسم لي الحائط دوت، ماشي. طيب هروح لاوبشن 4، ما بقاش في اوبشن، الحاجة اللي مرسومة على اوبشن 5 اختفت. هروح لاوبشن 3، مفيش حاجة مرسومة في اوبشن 3، تبدأ انت ترسم حاجة في اوبشن 3، تمام. فممكن تقول له انا عايز اوبشن 4 5، يجيب لك الحاجه اللي موجوده في الاوبشن دوت. فممكن يكون في اوبشن مثلا ان انا احط هنا باب، واوبشن تاني ان انا احط هنا شباك، وهكذا. دلوقتي انا في اوبشن 4، ممكن اجي هنا واقول له ان انا عايز احط باب اهو. الباب ده اتحط فين؟ في اوبشن 4. اوبشن 5 ما فيهوش لسه ابواب، فهمت الفكره؟ طيب خلينا نقفل الشرح على كده في المثال دوت. هاجي هنا ان اكتر حاجه اللي عجباني ايه؟ اوبشن 3. اعلم على اوبشن 3 فينيش اديت واقول له ميك بريمري، هي دي الاساس عندي، او اوبشن 4 ميك بريمري. اوبشن 4 هو اللي فعال دلوقتي، هو البريمري، تمام. ممكن تقول له ديليت لو عايز تلغي، او خليه اكسبت ويلغي الباقي، ما بقاش عندي اوبشنات خالص. تيجي هنا ما تلاقيش اي اوبشن تاني خالص، تمام. طيب خلينا نعمل نموذج تاني واقول له انا عايز هنا، شوف بقى انت عايز اسميه ايه، قول، وهقول له عندي اوبشن 1 2 3 وهكذا، فهمنا الفكرة؟ طيب كل دول موجودين في المين موديل. طيب لو انا عايز مثلا الحوايط دي تبقى موجودة في الاوبشنات، هروح هنا لقائمة مانج ولا حاجة اسمها اد تو سيت، ادوس عليها، تمام. بيقول لي انت عايز تظهر في انهي اوبشنز؟ اقول له انا عايز تظهر في 3 و4 و5، 1 و2 لا، تمام. فلما تيجي وتقول له انا عايز اوبشن 1 هتلاقيها اختفت. طب لما تروح لأربعة تلاقيها ظهرت، تروح لخمسة تلاقيها ظهرت، تمام. فحتى الحاجات اللي كانت موجودة قبل ما أبدأ شغل أقدر أتحكم فيها وأخليها تبقى موجودة أو مش موجودة، تختفي ما تختفيش وهكذا. دلوقتي هروح للمين موديل، وبعد كده هقول له من أركتكتشر إن أنا عايز أضيف كومبوننت، ومثلا هضيف كنوع مثلا من الفرنتشر، هضيف 2 كومبوننت، 2 تيبل، 2 ديسك، تمام. وبعد كده أروح لقائمة مانج واقول له ان الاتنين دول انا عايز اضيفهم للست، وتبدا بقى تشوف انت عايز تضيفهم لاني، ممكن مثلا تخفيهم من اتنين وتسيبهم في الباقي، وتقول له بيك تو اديت، انا عايز احدد ايه العناصر اللي انا هقدر ان انا اعدل فيها، تمام. بحيث ان انا مثلا عندي اوبشن 3 موجود فيهم الاتنين دول، فتقدر ان انت تعدل الاتنين دول في اوبشن 3. ممكن تروح لاوبشن 4 وتقول له الاثنين دول عايزهم يبقوا هنا،
وعايز اعمل لهم روتيت. ونطلع بيهم شوية كده فوق، واوبشن 5 الاتنين دول هيتنقلوا هنا. فكده ممكن تيجي بقى على اوبشن 2 مفيش حاجة، اوبشن 4، اوبشن 5. ده اثناء الاجتماع. طب وافقت على حاجة فيهم؟ هتيجي هنا وتعلم على اللي انت عايزه وتقول له اكسبت بريمري وتلغي الباقي. تمام، ميك بريمري واكسبت بريمري، خلاص يبقى كله هيتلغي وده اللي هيبقى موجود. طيب ممكن بقى ايه، بدل ما انت بتعدل من هنا انت عايز تثبتها، هتقول له في في ديزاين اوبشن، وتقول له بدل ما هي اوتوماتيك لا انا عايزك تثبتها لي على اوبشن 5. تمام خلاص دي بقت اوبشن 5. طب انا ممكن العب لعبه حلوه بقى، اخلي هنا في دوبليكيت فيو، دوبليكيت فيو، وواحد يبقى 4 واحد يبقى 5 كديزاين اوبشن. تقدر تيجي هنا وتقول له ديزاين اوبشن، وتقول له خلي لي ده مثلا ديزاين اوبشن 4، وتبدا بقى تحط في الشيت وتطبع وكل الحاجات اللي انت عايزها. تمام، يبقى انا اقدر اجي هنا واقدر اجي هنا، يبقى عندي اللوحتين موجودين، التو اوبشن موجودين في نفس الوقت في نفس الملف، اقدر ان انا اطبعهم واقدر ان انا اتعامل معاهم. كده الافكار خلصت او الديزاين اوبشن خلص؟ لا لا، في افكار جديده وفي استخدامات كتيره هنشوفها مع بعض في الدروس اللي على بقى. تابعوا القناه، هتنزل حاجه احسن من اللي شرحت النهارده، حاجه ادفانس شويه.